الإيطالية بعيد ميلاده الثاني في السودان بكلية كامبوني للعلوم والتكنولوجيا. هذا المركز الذي يعد منفذا لتعليم اللغة الإيطالية بالسودان ونشر الثقافة الإيطالية لا سيما وبعض الكلمات الإيطالية التي تتطابق مع اللهجة السودانية. بابا خورخي، ذلك الرجل الذي وهب نفسه للسودانيين للعلم والتعلم والتعليم قرابة 20 عاما، والذي شغل منصب وكيل كلية كومبوني بالسودان، والذي يعتبر هذا المركز الثقافي جزءا منها. مساء الخير الليلة، نحن بنحتفل بمرور سنتين من تأسيس مركز كومبوني للغة الإيطالية. هنا في كلية كومبوني للعلوم والتكنولوجيا كان في كورسات اللغة الإيطالية من السنة 97 للقرن الفات، ولكن بوصول الأستاذ ماتيا دالو من إيطاليا الأنشطة بقت كثيرة. ليس هناك تدريس اللغة الإيطالية فقط، ولكن حتى رياضة، رحلات، سباحة. يعني الطلاب بيدخلوا في اللغة ولكن كمان بالثقافة الإيطالية. إذن الليلة بنحتفل بمرور سنتين لهذا المركز، وعشان كده نحن فرحانين شديد، ونحن ندعوكم عشان تزوروا المركز وتدخلوا في ثقافة جديدة، عشان كلما واحد يهوش في ثقافة مختلفة من الثقافة بتاعته الأفاق العقلية توسيع في الأفاق الثقافية. الاهتمام بمثل هذا المكنون الثقافي الذي جمع أطيافا عدة من المجتمع والذي مثل بطلاب اللغة الإيطالية والمهتمين بالثقافة الإيطالية عموما. السلام عليكم، نحن الليلة في مركز كامبوني للغة الإيطالية بنحتفل بمرور عامين لتأسيس مركز كامبوني بالسودان. مركز كامبوني يعني واحد من المراكز اللي بتنشر اللغة الإيطالية في عموما. المركز ما بس هو مختص بنشر اللغة الإيطالية، لكن برضو بينشر الثقافة الإيطالية في السودان. في كمية من النشاطات موجودة في المركز زي نادي المخاطبة الأسبوعي، وبالإضافة لعرض الأفلام، فهي عبارة عن منظومة متكاملة لنشر الثقافة واللغة الإيطالية. السفارة الإيطالية عندها طبعا الدور كبير جدا في أنه تساهم في نشر مثل هذه النشاطات في السودان، فبنشكر السفارة الإيطالية على توفيرها لمثل هذه الأشياء، وبالذات السفير الإيطالي بروفيسور فابريسيو لاباس. أتمنى أنه يا أخي الناس تجي تزور المركز، والمركز فيه كمية من النشاطات المتعددة لنشر الثقافة واللغة الإيطالية. السفارة الإيطالية التي كانت حضورا أيضا لم تبخل بدورها أيضا في الدعم والسند اللازم لمحبي هذه اللغة الموسيقية من خلال رعايتها لهذا البرنامج. اللغة الإيطالية التي تنتمي إلى عائلة اللغات الهندو-أوروبية الرومانسية، ويتحدثها نحو 70 مليون في جميع أنحاء العالم، والتي تعد هذه اللغة أحد اللغات الرسمية 4 في الاتحاد السويسري، وتحتل المرتبة 4 أو 5 كأكثر اللغات الأجنبية تدريسا على مستوى العالم. هذه اللغة التي يمتد تاريخها المعاصر لفترة طويلة من الزمن تمت خلالها العديد من أشكال التأثر والتحول على نطاق أعمق وأوسع. أما على صعيد التأثير المتبادل بين الإيطالية والعربية، فنجد أن هذه اللغة قد استعارت العديد من الكلمات من اللغة العربية في مراحل تطورها المختلفة على مر الأزمان. اللغة الإيطالية التي تلعب دورا كبيرا وهاما في توحيد الشعوب لا سيما وشعب السودان، وبعض المصطلحات الإيطالية والسودانية تتشابه ببعضها البعض. التكون الثقافي الكبير والمختلف الذي شكل نموذجا يحتذى به من خلال مركز كامبوني، ونحن معهم اليوم وهم يحتفلون بمرور سنتان على انطلاق هذا المركز العظيم. تجدين هجوم من داخل مركز كامبوني لقناة أم درمان الفضائية.